السلام عليكم، ها احنا جينا. لا تقولوا ما جينا، هاد الحلقه شي حاجه واعره، شي حاجه بوم. المستجدات غادي يدخلوا لذاك الراس بز منه. الدراري ما تنساوش لي لايك، انتوما البنات ما كرهتش كاع تبارطاجيو هاد الفيديو. يلا نبداو. دابا وصلنا للمعقول، خذ ليك ورقه وستيلو وعمر لي هذيك الورقه. حنا دابا في حفل تكريم، عندنا مجموعه ديال الضيوف خاصنا نكرموهم ونعرفوا بيهم. اول ضيف معنا في هذه الحلقه هو الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، اللي جا خصيصا باش يصلح المنظومه التربويه، يعني هو وثيقه اساسيه لاصلاح نظام التربيه والتكوين. هذا الميثاق صدرته لجنه ملكيه خاصه برئاسه مزيان بن الفقيه نهار 8 اكتوبر 1999، ولكن التطبيق ديالو ما دخلش حيز التنفيذ الا سنه 2000. ركز معايا على التواريخ، انت ركزي معايا. هذا الميثاق يتكون من جوج اقسام. القسم الاول اهضر على المبادئ الاساسيه اللي هي المرتكزات الثابته، الغايات الكبرى، حقوق وواجبات الافراد والجماعات، اخيرا التعبئه الوطنيه لتجديد المدرسه. هذا القسم الاول. اما القسم الثاني تكلم على مجالات التجديد ودعامات التغيير، اذكر 6 ديال المجالات و19 دعامه موزعه على هاد 6 ديال المجالات. المجال الاول نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي، المجال الثاني التنظيم البيداغوجي، المجال الثالث الرفع من جوده التربيه والتكوين، المجال الرابع الموارد البشريه، المجال الخامس التسيير والتدبير، واخيرا المجال السادس الشراكه والتمويل. الله يجعل شي بركه. الى ضبطتي هذه المعلومات اللي عطيتك في هذا الفيديو على الميثاق الوطني، كن اكيد انك غادي تجاوب على كل الاسئله المتعلقه بالميثاق. صافي سدينا هذا الباب. يلا امولا نوبه، وفين كايا الناس كتسنى. رحبوا معايا بالضيف الثاني من ضيوف مستجدات نظام التربيه والتكوين في هذا الحفل التكريمي المخطط الاستعجالي. ادخل سيدي مالك حشمان. المخطط الاستعجالي عنده واحد السميه اخرى اللي هي البرنامج الاستعجالي. هذا المخطط الاستعجالي جاء بسبب ان الميثاق الوطني فشل. اي يا سيدي فشل وما حققش الاحلام ديالو بحالنا تقريبا. يعني المخطط الاستعجالي جاء باش يعاون عشيرو الميثاق. يا شحال ظريف هذا المخطط الاستعجالي وما بيناش عليه. صديق وقت الضيق. المخطط الاستعجالي او لا البرنامج الاستعجالي عنده شعار في الحياة ديالو مقتنع به. هذا الشعار هو من أجل نفس جديد للإصلاح، يعني هو جاء باش يسرع الإصلاح. دخل حيز التنفيذ سنة 2009 وكيمتد حتى لسنة 2012. أما بالنسبة للأهداف ديالو، يعني ديال المخطط الاستعجالي، جعل المتعلم في قلب العملية التعليمية التعلمية، تركيز على الكفايات والمعارف الأساسية اللي تخلي المتعلم ينفتح على الذات ديالو، تحسين ظروف الأطر التربوية يعني الأساتذة والأستاذات وتكوينهم تكوين جيد، وأخيرا تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية. هذا المخطط الاستعجالي كيتكون من 4 ديال المجالات و 23 مشروع موزعة على هذه المجالات الأربعة. بالنسبة للمجال الأول التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة. المجال الثاني حفز المبادرة والتمييز في المؤسسة الثانوية التأهيلية وفي الجامعة. أما المجال الثالث مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين. المجال الرابع توفير وسائل النجاح. الحمد لله سلينا من عشير الميثاق اللي هو المخطط الاستعجالي. شنو بان لكم نهضروا على الكتاب الأبيض؟ مرحبا جاتكم، ما طلبتوا غير الموجود. هذا الضيف الثالث من ضيوف هذا الحفل التكريمي اللي هو الكتاب الأبيض، هو كتاب صدرته وزارة التربية الوطنية سنة 2002. اسمع مزيان التواريخ، راه كيحطوهم في المباراة. هذا الكتاب صوبته لجان مراجعة المناهج التربوية لإعادة النظر في المناهج الدراسية. هذا الكتاب كيتكون من 8 ديال الأجزاء، كل جزء هضر على موضوع معين. الجزء الأول هضر على الاختيارات والتوجيهات التربوية، أما الجزء الثاني هضر على المناهج التربوية في التعليم الابتدائي، أما الجزء الثالث المناهج التربوية للسلك الإعدادي، الجزء الرابع هضر على المناهج التربوية لقطب التعليم الأصيل، أما الجزء الخامس
المناهج التربويه لقطب الاداب والانسانيات. اما الجزء السادس هضر على المناهج التربويه لقطب الفنون. الجزء السابع المناهج التربويه لقطب العلوم. الجزء الثامن وهو الجزء الاخير هضر على المناهج التربويه لقطب التكنولوجيا. سال الكتاب الابيض. دابا وصلنا للمستجد رقم 4. رحبوا معايا باول عنصر نسوي يستجبل الدعوه ديالنا وجا باش يحضر معانا لهذا الحفل التكريمي المتميز. الاخت اللي معانا اليوم سميتها الرؤيه الاستراتيجيه، هي واحد الخريطه استراتيجيه لاصلاح التعليم، جابها الوالد ديالها بطبيعه الحال اللي سميتو المجلس الاعلى للتربيه والتكوين. يعني الرؤيه الاستراتيجيه اصدرها هذا المجلس. بلا شك كتسالوا علاش حضرات هذه الرؤيه الاستراتيجيه لهذا الحفل التكريمي ديال المستجدات. الجواب هو حيت المدرسه المغربيه للاسف الشديد مازال كتعاني من صعوبات واختلالات مزمنه. هذه الرؤيه الاستراتيجيه دخلت حيز التنفيذ سنه 2015 وكتمتد حتى 2030. كتكون من ديباجه واربعه ديال الفصول. كل فصل من هذه الفصول الاربعه يحتوي مجموعه من الرافعات اللي العدد الاجمالي ديال هذه الرافعات هو 23 رافعه. الديباجه هضرت على جوج بيانات مهمه. البيان الاول هضر على وظائف المدرسه الخمس اللي هي التعليم والتعلم والتثقيف، البحث والابتكار، التكوين والتاطير، التاهيل وتسيير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، واخيرا التنشئه الاجتماعيه والتربيه على القيم في بعدها الوطني والكوني. اما البيان جوج ولا البيان الثاني من الديباجه ركز على أسس المدرسة المغربية الجديدة وهي ثلاثة: الجودة للجميع، الإنصاف وتكافؤ الفرص، الارتقاء بالفرد وبالمجتمع. دابا سالينا من الديباجة نهضروا على الفصول الأربعة. عندك تنصرحنا في الرؤية الاستراتيجية. الفصل الأول سميتو الإنصاف وتكافؤ الفرص، فيه 8 ديال الرافعات. الفصل الثاني سميتو الجودة للجميع، هو فيه 7 ديال الرافعات. الفصل الثالث الارتقاء بالفرد والمجتمع، فيه 6 ديال الرافعات. واخيرا الفصل الرابع الحكامة وتدبير التغيير، فيه 2 رافعات. تحية نضالية. الى حسبنا هذه الرافعات غادي نلقاو العدد الاجمالي ديالها هو 23 رافعة. هذه الرؤية الاستراتيجية حتى هي عندها شعار بحالها بحال المخطط الاستعجالي. شعار الرؤية الاستراتيجية اللي كتامن به هو من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. الله يجعل شي بركة. كنظن أن هذا الشيء كافي بالنسبة للرؤية الاستراتيجية. دابا رحبوا معايا بواحد الضيف سريع دغيا غنصيفطو عند مو، هو برنامج جيني. هذا البرنامج وضعته وزارة التربية الوطنية باش تعمم وتدمج تكنولوجيا الإعلام والتواصل في منظومة التربية والتكوين. يلا تقعد على برنامج جيني. واخيرا وصلنا لاخر ضيف من ضيوف هذا الحفل التكريمي، هو ضيف متميز. رحبوا معايا كاملين بالقانون الاطار. هذا المشروع يعني قانون الاطار كيحدد رؤيه الاصلاح على المدى البعيد. نهار 4 يناير 2018 تمت المصادقه على هذا المشروع من طرف المجلس الحكومي، ونهار 20 غشت 2018 صدق عليه المجلس الوزاري، ونهار 22 يوليوز 2019 مصادقة البرلمان على هذا المشروع. وأخيرا غادي تصدر مشروع قانون الإطار نهار 9 غشت 2019 وغادي تنشر في الجريدة الرسمية. يعني متى صدر القانون الإطار؟ جواب هو 9 غشت 2019. هذا القانون الإطار كيتكون من 10 ديال الأبواب وكيتضمن 59 مادة. هذا القانون الإطار كيتعتبر مرجعية تشريعية ملزمة. بالنسبة للباب الأول هضر على أحكام عامة كيشرح فيه المصطلحات الواردة في هذا القانون. يعني القانون الإطار بحال التناوب اللغوي، بحال الإنصاف وتكافؤ الفرص، بحال الإطار المرجعي للإشهاد وغيرها من المصطلحات. أما الباب الثاني هضر على مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها، بحال جعل المتعلم متشبعا بروح الانتماء، اكتساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين وغيرها. أما الباب الثالث هضر على مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. هضر فيه على 2 قطاعات: قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي، فيه التعليم الأصيل،
التكوين المهني، التعليم العتيق والتعليم العالي. والقطاع الثاني هو قطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي، بحال برامج التربية غير النظامية، محاربة الأمية، البرامج المخصصة لتعليم أبناء الجالية المغربية. أما الباب الرابع من أبواب القانون الإطار هضر على الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآلية الاستفادة من خدماتها. الباب الخامس هضر على المناهج والبرامج والتكوينات. أما الباب السادس هضر على الموارد البشرية. الباب السابع هضر على مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. الباب الثامن هضر على واحد المسألة أساسية ومهمة اللي هي مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يعني فيه ضمان مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته. الباب التاسع اللي هو الباب ما قبل الأخير، العنوان دياله هو تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة. وأخيرا الباب العاشر هضر على أحكام انتقالية، كيشير هذا الباب لإحداث لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة التربوية. وأخيرا كملنا المستجدات اللي ذكرت في الفيديو اللي قبل من هذا، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. إلا كثروا لي لايك في هذا الفيديو غدا غادي نحط فيديو آخر، واللي شاف أن هذا الفيديو يستحق تشجيع ما ينساش لايك وتعليق، وعلاش لا يشارك المقطع مع الأصدقاء ديالو. يلا دمتم ودمنا للعلم والمعرفة أوفياء. تحياتي.